الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس تبيتنو إلى تركيا، توجد بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث عقد الرئيسان مباحثات جماعة وفدي البلدين، وقد تم استيراد العلاقات الثنائية واتقد أفاق التعاون المثمر بين الدولتين، لا سيما في مجال التعليم الآلي والصحة والنقل الجوي، عبر رحلات الخطوط الجوية التركية إلى تشاد وتحديدا إلى مطار حسن جاموس الدولي. وخلال هذا الاجتماع المطول بين الجانبين تم التوقيع على 3 اتفاقيات بين تشاد وتركيا بإشراف رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس تبيتنو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذا وتتمثل الاتفاقيات كالتالي: الاتفاقية الأولى تمت بين تشاد ومؤسسة معارف التركية، والاتفاقية الثانية تتعلق بإلقاء التأشيرات بين تشاد وتركيا لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والخاصة، والاتفاقية الثالثة لها صلة بالتعاون الفني والعلمي والاقتصادي والزراعي. هذا وعقب التوقيع على هذه الاتفاقيات رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بداية كلمته مجددا بضيف تركيا والوفد المرافق له، وقال أردوغان في كلمته أنه يود أن يرى تشاد ضمن الشركاء الأساسيين لبلاده في القارة الإفريقية، وأكد بأنه سيدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، والأمل على مراجعة حجم هذه التبادلات بهدف زيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين من 200 مليون دولار إلى 500 مليون دولار. من جانبه رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس تبيتنو شكر في مستهل حديثه نظيره رجب طيب أردوغان والشعب التركي الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذين حظيا بحما ولفد المرافق له. ورحب رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس تبيتنو بتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الشعب التركي والتشادي، والتي تشهد تقدما ملحوظا. الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن استعداد بلاده لتطوير التعاون في المجال العسكري والدفاعي والأمني مع جمهورية تشاد التي ما زالت تكافح ضد التنظيمات الإرهابية والجرائم العابرة الحدود في منطقتي حوض بحيرة تشاد والساحل.